بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة الثامنة من لحوم صفوف الأضاحي والبالغ قدرها 4 طن، يصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى هذا التاريخ 30 طن من لحوم صفوف الأضاحي. تسلمت اليوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 في توقف بن سويف، تسلمت 3 طن لحوم الأضاحي، يصل ما تم استلامه حتى الآن 36 طن والله ولي توفيق. اليوم مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة التاسعة من لحوم صفوف الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 4 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم صفوف الأضاحي إلى 36 طن. اليوم الأربعاء 25 من شهر أغسطس لعام 2021، تصل اليوم إلى مديرية أوقاف الدفاعية عربة توزيع لحوم الأضاحي بعدد 4 طن من اللحوم. هذه هي الدفعة التاسعة، ويصل إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الدفاعية بذلك إلى 32 طنا من اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم 25 أغسطس 2021، وصلت إلى مديرية أوقاف الفيوم من وزارة الأوقاف الدفعة رقم 9 من لحوم الأضاحي وقدرها 4 أطنان، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلينا في الفيوم من لحوم الأضاحي 34 طنا. ونسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.